للنقاش والحوار أكثر حول هذا الموضوع أرحب من كوفنتري بالسيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك سيد رامي، دائما معنا في هذه النشرة وأيضا دائما على شاشة اليوم. نعم أهلا بكم. أهلا بك. إذا سيد رامي، اشتباكات تشهدها أو يشهدها ريف حلب الشمالي والشرقي، علما أيضا أن فصيل الفيلق الثالث الإرهابي استقدمت تعزيزات عسكرية إلى منطقة معبر الحمران. هذه الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام الإرهابية والفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي، ما خلفيتها؟ نعم، خلفية مساء الخير. أولا خلفيتها السيطرة على المعابر حقيقة الأمر، والسيطرة على هذه المناطق التي من المفترض أنها تجني الأموال لهذه المجموعات التي تعمل في مناطق ما تعرف بالحكومة المؤقتة الموالة لتركيا، والتي يجب أن حسب قولها بأنها مناطق مستقرة، مناطق آمنة، مناطق لا تشهد اشتباكات. ما شاهدناه من اشتباكات داخلية خلال الأيام الفائتة هذا دل على شيء، بأن هذه المناطق هي لا مناطق آمنة ولا يوجد فيها استقرار، وهي غير قادرة على استيعاب اللاجئين السوريين الذين يزمع أردوغان تهجيرهم من تركيا. أي أن هناك صراع داخل المجموعات الموالية للحكومة التركية بالصوت والصورة، وليست صراعات تقارير المرصد مثل ما يحاولون الادعاء بذلك. سيد رامي، محللون يرون أن أنقرة تسعى لمنع هيئة تحرير الشام الإرهابية من التوغل بريف حلب الشرقي، بريف حلب إجمالا، علما أن هيئة تحرير الشام الإرهابية أيضا هي مدعومة من قبل الاحتلال التركي. يعني من مرر وسمح لهيئة تحرير الشام المرور من عفرين المحتلة إلى مناطق درع الفرات هي الحكومة التركية. لولا موافقة الحكومة التركية وأجهزة المخابرات التركية لما تمكنت الهيئة وعناصرها من الذهاب إلى هذه المناطق في شمال شرق حلب. أي أن هناك موافقة مبدئية كانت بالبداية لمحاولة وضع هيئة تحرير الشام على تماس مع مجلس منبرش العسكري للسيطرة على هذه المنطقة، ولكن الآن انقلبت الأمور وباتت هيئة تحرير الشام تريد أن تسيطر على المعابر من أجل الحصول على مزيد من الأموال. نعم، سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معي من كوفنتري، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به.